ما بيردش. يمكن طنطك هيداهم جنبه ولا حاجه. هي لحقت تروح له؟ ما انا شايفاها يا ماما اول ما خلصت تليفونها المنيل ده ركبت عربيتها ومشت على طول. طيب استني شويه وكلمي تاني. هستنى ايه بس؟ انا اعصابي اتدمرت. ان شاء الله خير يا صافيه ما تقلقيش، وبعدين ما تفتكريش بعد الشر يعني انهم هيعملوا في حاجه على طول. انا سمعت طنط كيداهم هي بتكلم الراجل اللي اسمه بسليم ده بتقول له انا عايزاكم في الاول تكرموه على الاخر. ما اعتقدش يعني انهم ناويين يخلصوا الموضوع على طول. اهو انا مش مخوفني غير اكرموه على الاخر. دي عايشين مع التالت قتله يا ناس ومش دريانين. انا اعصابي تعبت والوقت بيعدي وحاسه اني متكتفه ومش عارفه اعمل حاجه. طب معلش معلش يا حبيبتي اهدي شويه وجربي تكلميه تاني. دي عايزه ايه دي؟ انت ليكي انت تتصلي؟ مش راضت. الو. ايوه صافيه خير. ايوه فؤاد ارجوك تعالى لي الفيلا دلوقتي بسرعه. لا مش هينفع في التليفون، دي مسألة حياة أو موت. طيب بسرعة الله يخليك. بقولك ايه، اوعى تقول حاجة لكيداه. الله يخليك بسرعة مفيش وقت. ها جاي؟ ايوه جاي. ربنا يستر بس نلحق نعمل حاجة. ما انا قلتلك من الأول نبلغ البوليس. ما ينفعش يا حنان ما ينفعش. بصراحة بقى انا مش فاهمة حاجة. مش لازم تفهمي دلوقتي. اسمعي صافية، انا من رايي انك انت تستنيه تحت في الجنينه. مفيش داعي انه يعرف ان احنا عرفنا، يمكن يخاف من كيداه. واول ما تطلعي طمنيني عملتي ايه. كيداهم هتموت اخويا وانت الوحيد اللي ممكن تنقذه. اخوكي مين يا صافي؟ حليم. حليم يبقى اخوكي؟ لا يا امينه انا خلاص تعبت، انا عمري ما شفت واحد عايز يتجوز واحده ومش عارف غيري انا. معلش يا حبيبي انت عارف الظروف. ظروف ايه بس؟ انا بصراحه عيلتكم دي كلها على بعض كده هيصه، وانا بقى لايص وسطيكوا، كل شويه حد يتجوز وتيجي على دماغي انا في الاخر. طيب قول لي اعمل ايه؟ انا مقاطعه ماما وما بكلمهاش، اروح اقول لها في واحد عايز يتقدم لي؟ يا ستي صالحيها والنبي عشان خاطر تصالحيها. اصالحها ازاي احمد بعد ما اتجوزت؟ وايه يعني الست عملت ايه؟ لا عملت حاجه عيب ولا حرام. بقى تجيب راجل غريب تدخله بيتنا وتعيشه في وسط بناتها وما تحافظش على ذكرى بابا وتقول لي الست عملت ايه؟ لا ما تنسيش ان ابوكي راخر الله يرحمه يعني كان متجوز عليها. جرى ايه يا احمد انت هتقول لي زيها ولا ايه؟ يا امينه يا حبيبتي عشان خاطري حدد لنا ميعاد عشان اجي اتقدم لك فيه، عشان انا خلاص قربت ازهق.